السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام السويدي، البودكاست ماركاتو ميلان والتعاقد مع اللاعب أوريجي. في خبر اليوم، برشلونة تعاقد مع اللاعب خيسي ورومانيولي احتمال كبير انه يطلع. تقارير ميلان صفقة تمت كولومبو الى ليتشي. تغيير من الصفحة الرسمية، يسر نادي اسم ميلان اعلان عن توقيع مع اليساندرو فلورنزي. تغيير من اخبار ميلان، بيان رسمي ميلان يعلن تجديد عقود مالديني ومسارة حتى صيف 2024. مالديني لقد جددنا ونحن متأخرون بعض الشيء لكننا سنعوض هذا التأخير. تغريدة من ميلان نيوز. تغريدة فورزا ميلان، ميلان يطير إلى اللانهائية وما بعدها. شركة بوم أعلنت القميص الرسمي لميلان 2022-2023. تقرير ميلان، ديبالا لاعب دون عقد حاليا، بينما زياش قد يصل إعارة مع خيار شراء بمبلغ 20 مليون يورو. دي كتلير مع زياش ممكنة أكثر، بينما دي كتلير وديبالا أكثر صعوبة لكنها ليست مستحيلة. فيما يتعلق برواتبهم ديكيتير أنا بصراحة الاسم ها شوي صعب، بسميه ديكيتي بمليونين ونص يورو من أجل زياش، وديبالا من 4 إلى 5 مليون يورو. ميلان نيوز، هدف ميلان الأول للشق الهجومي هو ديكيتي الذي يذكرنا باللاعب البرازيلي السابق كاكا. صح، من شفته قلت هذا بصراحة اللاعب فيه شبه كبير باللاعب البرازيلي كاكا، ولما شفت فيديوهاته حتى أسلوب لعبه نفس اللاعب البرازيلي كاكا، فبسميه كاكا البلجيكي. ميلان مهتم بلاعبين باريس سان جيرمان، دراكسلر، ديالو، كهرر. وأخبار ميلان، ميلان سيتحدث مع استون فيلا بخصوص اللاعب الوسط دوغلاس لويز. تغريد من بيت ميلان، مسار ماركو أسنسيو أصبح معقدا ميلان. الروسونيري يمكن أن يتجه الآن إلى ضم دومينيكو بيراردي. تغريد من ميلان نيوز، مسار التعاقد مع ريناتو سانشيز لا يزال على قيد الحياة. ما شاء الله أخوي تشامبيوني مصمم لخلفيات ميلان، صور وعرض جدول للموسم الجديد، مباريات إيسي ميلان. اللي حاب يتابع صفحته من خلفيات والجدول الرسمي لإسي ميلان بتلقون الروابط موجودة في الوصف. تقدم جنون كارشو، شاركنا رأيك من المعلق الذي تتوقع أن ينضم إلى أبوظبي الرياضية للتعليق على الدوري الإيطالي. مبروك لقناة أبوظبي الرياضية لحصول على حقوق الدوري الإيطالي. أبوظبي الرياضية معروفين، أنا بديت الدوري الإيطالي من قناة بضبط رياضية، كانوا ينقلون مو بس المباريات، كانوا يغطون كافة تفاصيل الدوري الإيطالي، من مقابلات، من تقارير، من أفضل قنوات في التغطية للدوري الإيطالي بوجود المعلق علي سعيد الكعبي، واعتبره واحد من أفضل معلقين للدوري الإيطالي. أتمنى المعلق فهد العتيبي. جنون كاشو، رسميا معلقي قنوات بضب رياضية الذين سيعلقون على الدوري الإيطالي الموسم القادم: علي سعيد الكعبي، فارس عوض، عمر عبد الله، محمد الشامسي، أحمد الحامد، حازم عبد السلام، محمد حسين. يعني الحين نشوف تفاوضات إيسي ميلان في وايد لاعبين في الفترة السابقة، فراح أذكر اللاعبين. أول شيء، ميلان تعاقد مع اللاعب أوريجي قادم من ليفربول، وتفاوض مع اللاعب بوتمان المدافع. هذا يعتبره خسارة لميلان بصراحة. اللاعب لاعب هولندي طويل قامة، ذكرني باللاعب ستام، ولكن انتقل إلى نيوكاسل. هني الحين نشوف التفاوضات، في تفاوضات نشطة مع ديبالا، حكيم زياش، واللاعب ديكيتيلر. هاي اللعيبة كلهم يلعبون في مركز وسط مهاجم. في مفاوضات سارية مع المدافع البرازيلي، في مفاوضات سارية مع اللاعب البرازيلي راؤول غوستافو، لاعب جناح يسار اللاعب كودي جاكبو. ثلاث لاعبين في باريس سان جيرمان اللي هم دراكسلر، ديالو، واللاعب تيلو كهلير. هنكابي المدافع من فريق ليفركوزن، المدافع الإكوادوري. وعندنا ثلاث لاعبين تعاقداتهم أو تفاوضاتهم معقدة: لاعب المحور ريناتو سانشيز، لاعب وسط مهاجم سينسيو، واللاعب المدافع أفضل مدافع في الدوري الإيطالي اللاعب البرازيلي بريمير.
هذه الثلاث تفاوضات معقدة. فبنشوف إن شاء الله الفترة الجاية، ومثل ما قلت إذا في أي أخبار جديدة راح أعرض عليكم من خلال البودكاست. وفي تفاوضات متوقفة للاعب زانيولو. بيلوتي كنت بخاطر بصراحة في هاللاعب، لاعب هداف، لاعب خطير. اليوم في خبر أن ميلان مو مهتمين باللاعب، وفي إشاعة نيمار. نيمار ما أعتقد، لأن بعد القيمة السوقية عالية، ميلان يدورون على لاعبين يعني القيمة السوقية تتراوح 30 مليون يورو. أنا الحين شوف تشكيلة ميلان موسم السكوديتو، بعرض عليكم بالألوان. اللون الأحمر يعني لاعبين بيتمون أو بيستمرون مع الفريق. باللون الأخضر تعاقدنا مع اللاعب أوريجي. اللاعب عدي راجع من الإعارة، كير راجع من الإصابة، حارس بديل شاب. أنا الحين اللون البرتغالي أتوقع بيكونون لاعبين بدلة، جيرود، كرونيتش، ساليميكر يمكن بيكونون بدلة، دياز يمكن بيكون لاعب احتياطي جناح يمين لأنه يلعب أكثر من مركز. باللون الأزرق لاعبين خارج حسابات النادي، عندنا باكايوكو، كالداريا، والحارس تاتا روسانو، والمدافع غابي. أتوقع هذين كلهم بيروحون يا على سبيل العارة أو هنهم بيطلعون من النادي. اللون بنفسجي للحين ما نعرف وضعهم. إبراهيموفيتش سوى عملية ولاعب كبير في السن، واللاعب ميسياس بعد نفس الشيء. إذا تعاقدنا مع لاعب جناح فأتوقع يمكن بيطلع من النادي. في الفيديوهات الجاية إن شاء الله أعرض عليكم التشكيلة المتوقعة لإيسي ميلان ومن الخيارات الأنسب للتشكيلة في مقارنة بين اللاعبين. وإن شاء الله إذا في أي أخبار جديدة راح أعرض عليكم من خلال البودكاست. إن شاء الله تقابلكم في الفيديوهات الجاية. في أمان الله.